بيكم في تكملة كورس الريفت ريفيو. طيب، خطوة كمان من ضمن الخطوات اللي أنا كمانجر المفروض أراجع بيها، أو حاجة مهمة جدا بالنسبة لي، اللي أنا أستخرج الكميات، ودي نقطة رئيسية لأي حد شغال ريفت. تمام، فأنا دلوقتي عندي الموديل جاهز اللي أنا أستخرج منه أي كميات. طيب بعملها إزاي بقى؟ بنزل هنا كده في البروجكت براوزر، تمام، هلاقي حاجة اسمها مع الشيتس، هلاقي حاجة اسمها سكادولز. تمام كده، هلاقي هنا سكادولز، بتقول له رايت كليك عليها وبعد كده نيو سكادول. تمام، او من فيو تروح جايبها من فوق كده، سكادولز اهي، سكادولز اند كوانتيتيز. تمام، بعد كده تروح قايل له مثلا انا عايز سكادولز بتاعت البايبس مثلا فالايتم اللي انت عايز تجيب الكوانتيتيز بتاعته. تمام، بعد كده تعمل ايه؟ تضيف البارامترز اللي انت عايز تعد بيها، اللي هي مثلا السايز، عايز مقاسات المواسير، عايز سيستم المواسير مثلا، عايز اللينس، توتال لينس مثلا يعني. تمام، بعد كده بتعمل سورتنج، بعمل سورتنج مثلا بالسيستم تايب وبعد كده بالسايز، وبعد كده بشيل ايتمايز افري انستنس لان انا مش عايز كل قطعه لوحدها، لا انا عايزهم يتجمعوا مع بعض، فاقول له هنا توتال. تمام، وفورماتنج هقول له اللينس ده اجمع لي التوتال لينس، كالكوليت توتالز. فدي كده خطوات بسيطه جدا جدا علشان تبتدي تعمل السكادول. خلاص كده مجرد دوست اوكي هتلاقي السكادول بقى جاهز معاك للكميات بتاعه المواسير في المشروع كله. تمام كده اهي، بيحدد لك بقى كل الاقطار اللي عندنا في المشروع بكل السيستم اللي عندنا في المشروع. يعني انت مثلا لو عايز الهيدرونيك ريتيرن بس اهم، لو عايز الهيدرونيك سبلاي بس اهم، لو عايز السانتري بس الدرين اهم، وهكذا. فبكل سهوله تقدر تستخرج كميات وتراجعها مع القسم البروكيورمنت، تراجعها مع التندر بتاعت الاي اف سي، تراجع وات ايفر اللي انت الغرض من الكميات. تمام كده، فده كده ازاي اعمل سكادول بطريقه سهله جدا. شكرا لحضراتكم.